وفي ختام الاجتماع شهدت العاصمة اليوم تجول بعض من الوفود المشاركة الذين حضروا المنتدى الدولي للطاقة المقام بالجزائر، وذلك بعد اختتام فعاليته ليلة أمس، حيث رصدت كاميرا تلفزيون النهار عناصر من الوفد القطري وهي تتجول مشيا على الأقدام في بعض شوارع العاصمة، وكذا الوفد الأندونيسي الذي مر بموكبه، إضافة إلى الوفد الماليزي الذي فضل أن يحتسي بعض المشروبات في أحد المقاهي في صورة تعكس الصورة الآمنة لشوارع الجزائر. ما غير حد يلا